سليمان بن راشد بن سعيد المكتوم فهد بن حصين النعيمي يتابعها. هناك صناعة على المركز الثاني لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير مضمرها على المركز الثاني، بينما على المركز الثالث هناك الحذرة لهجن الرياسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري يتابعها على ثالث المراكز، بينما على المركز الرابع الله يا هملولة المملوكة لمعالي الشيخ محمد بن بطية الحامد والسالب بن سيف الخصواني المنصوري على رابع المراكز. المركز الخامس نوادر المملوكة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم آل مكتوم حمد بن علي العويسي هو يتابعها. الله 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 الله، هناك التسلل من الجانب الآخر ومن الزاوية الأخرى وشعار هجن الرياسة من تتسلل وبرة وتضميرها عند السيد سعيد بن حمد بن دري الفلاحي على سادس المراكز، بينما على المركز السابع فهناك طرفاشة أيضا لهجن الرياسة وعيسى بن سعيد الخيلي يتابعها على المركز الآن السابع والمركز الثامن، وأيضا تحمل لنا الرقم ثمانية هناك الشائبة المملوكة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيق بن سالم بالعرطي هو يتابعها على ثامن المراكز. المركز التاسع هناك جولة مع هذه الضيفة القطرية، جولة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سالم بن فاران المري على تاسع المراكز، بينما على المركز العاشر الراقية على عاشر المراكز المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد يتابعها. هذا هو النداء الأول أيها الأخوة بالنسبة للعشرة الأسماء المتقدمة، وأعود عند نوادر على مقدمة الشوط. ما شاء الله على هذه الانتقالة الواضحة على الهواء مباشرة عبر قناة أبوظبي الرياضية التي ترصد دائما هذه الأحداث المستمرة من الوثبة المملوكة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم آل مكتوم حمد بن علي العويسي يتابعها على المركز الأول. هناك صناعة على المركز الثاني لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير، بينما على المركز الثالث هناك بن صوغان المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وفهد بن حصين النعيمي على المركز الآن الثالث. المركز الرابع وبرة، الله يا وبرة على المركز الرابع لهجن الرياسة وسعيد بن حمد بن دري الفلاحي، بينما هنا الوصول من قبل أيضا شعار هجن الرياسة والمضمر السيد راشد بن سم المنصوري أحد الخبراء. هناك الحذرة من تتحذر عن الجميع وتنتقل من مركز إلى مركز، بينما أحد الضيوف فهناك جولة من تصل إلى المركز السادس المملوكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سالب بن جابر بن فاران المري. الوصول أيضا من الزاوية الأخرى، هناك طرفاشة لهجن الرياسة وتضميرة عند سيد عيسى بن سعيد الخيلي، بينما هناك الوصول من الذيبة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد. الوصول أيضا من الزاوية الأخرى ومن الأسماء القادمة ومن هذه الشعارات، هناك الراقية المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد. الوصول أيضا من قبل هملولة المملوكة لمعالي الشيخ محمد بن بطية الحامد وسالم بن سيف الخصواني المنصوري، وهناك التسلل من الزاوية الأخرى وهناك الأسماء القادمة وهناك الأسماء التي تشكل خطورة. الله 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 الله، أفراح في يوم الأفراح، أفراح تشاركنا في أفراح الوثبة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم المري يتابعها. كذلك وصول من الحذرة المملوكة لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان، وهناك أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي هو يضمرها، هو يتابعها على عاشر المراكز. لكن الأربع الكيلومترات نغادرها في حفظ من الله ورعايته،
وهناك الأربع الكيلومترات. يا مرحبا بالأخرى، الأربع اللي تبقن يفصلن عن الناموس، يفصلن عن تشريف ناموس هذه المسيرة. أعود إلى المقدمة، وهناك نوادر، نوادر على المقدمة، اسم على مسمى، المملوك لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم آل مكتوم. هناك الشاعر حمد بن علي العويسي يتابعها على المركز الأول. المركز الثاني هناك طرفاشة من انتقلت على المركز الثاني، وهناك تعود ملكيتها لهجن الرياسة وعيسى بن سعيد الخيلي، ولكن بن صوغان من وصلت على المركز الثالث ما شاء الله، واحدة من اليمين وواحدة من الشمال. هناك بن صوغان المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، بينما على المركز الرابع، المركز الرابع هناك صناعة لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير، بينما هناك المشاركة أيضا من شعار هجن الرياسة من قبل وبرة وسعيد بن حمد بن دري الفلاحي. وهناك الوصول مع المركز السادس، الآن أنتقل إلى شعار آخر، إلى اسم قادم، فهناك هملولة المملوكة لمعالي الشيخ محمد بن بطية الحامد وسالم بن سيف الخصواني المنصوري، هو يتابعها على المركز السادس والمركز السابع. هناك الزاوية الأخرى، هناك القدوم المميز من قبل الذيبة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد، يتابعها أيضا على سابع المراكز. المركز الثامن هناك الراقية المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم وأحمد بن سلطان بن رشيد على المركز الآن الثامن. تاسع المراكز هناك الحذرة المملوك لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، ولكن هناك وصول من أفراح، أفراح تبي الأفراح على عشر المراكز. المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم المري. الله الله، النداء المتواصل للعشرة المراكز الأولى المتقدمة، الكيلوين ونصف يا مضمرين، يفصلنا عن الناموس، يفصلنا عن التهاني. وهناك المقدمة عند نوادر، نوادر على المقدمة، نوادر في مقدمة هذا الشوط، المملوكة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم آل مكتوم حمد بن علي العويسي، تحركت وبرة على المركز الثاني الآن، وبرة على المركز الثاني المملوك لهجن الرياسة، وكذلك سعيد بن حمد بن دري الفلاحي. المركز الثاني صناعة لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير ثالثا، بينما على المركز الرابع فهناك الذيبة، تحركت الذيبة ما شاء الله على هذه الانطلاقة، المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وهناك يتابعها وهناك أحمد بن سلطان بن رشيد، بينما هنا التحركات من الزاوية الأخرى من قبل بن صوغان المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هناك يتابعها الله فهد بن حصين النعيمي على المركز الخامس. المركز السادس هنا طرفاشة أيضا هجن الرياسة وعيسى بن سعيد الخيالي يتابعها على المركز الخامس أو المركز السادس، بينما سابعا من انتقلت إلى المركز السادس الآن فهناك الراقية المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد يتابعها على سابع المراكز. المركز الثامن هناك الوصول من قبل هملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطية الحامد وسالم بن سيف الخصواني المنصوري. هناك الحذرة تاسعا لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان هيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، وهناك أفراح على المركز العاشر المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم فيصل بن طالب بن شريم المري، ولكن المنصة الأولى والمنصة النسائية نغادرها في حفظ من الله ورعايته. أعود إلى المقدمة، أعود إلى القوة، أعود إلى الصراع، أعود إلى نوادر من نذرت بجمالها وبأدائها، ولكن الخطر من قبل وبرة، نوادر والوبرة، هناك وبرة وهناك نوادر، نوادر لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم وحمد بن علي العويسي، وهناك أيضا التهديد من المركز الثاني من قبل وبرة لهجن الرياسة وسعيد بن حمد بن دري الفلاحي على المركز الآن الثاني، بينما هناك التسلل من الزاوية الأخرى. الله يا بن صوغان المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد
بن سعيد المكتوم وهناك يتابعها فهد بن حصين النعيمي، ولكن صناعة عادت صناعة مرة أخرى على المركز الرابع المملوك لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير، بينما خامس المراكز هناك الذيبة المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد يتابعها. أعود مع المقدمة، أعود مع القوة، أعود مع الانتقال. هناك صناعة، صناعة ما انتقلت على المقدمة في هذا المساء الجميل، وتغادر لافتة الأربعمائة متر نهائية لهجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير، بينما التحركات القوية من قبل وبرة لهجن الرئاسة، وهناك سعيد بن حمد بن دري الفلاحي في المركز الثاني. المركز الثالث هناك الوصول من قبل بن صوغان المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم فهد بن حصين النعيمي على المركز الثالث، وهناك التحركات من قبل نوادر المملوك لسمو الشيخ زايد بن مر المكتوم والمكتوم. الله 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 الله، الناموس وين؟ صناعة ووبرة، وبرة وصناعة، وبرة وصناعة، صناعة وبرة، وبرة وصناعة، هناك صناعة، 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 خلاص طارت بالناموس. تهانينا والناموس لهجن العاصفة على هذا الفوز، وكذلك الشكر لحمد بن راشد بن غدير على فوز صناعة بالمركز الأول. المركز الثاني نوادر اسمه شيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم عند حمد بن علي العويسي. المركز الثالث وبرة لهجن الرئاسة عند سعيد بن حمد بن دري الفلاحي. رابعا لا سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز الخامس وحتى العاشر الوقت يدركنا والتوقيت وينطلق الشوط الآخر. إذن هكذا هي القصة التي انتهت قبل قليل لصالح صناعة من صنعت الناموس في هذا الشوط بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. توقيتها الزمني هو 12 دقيقة 55 ثانية وستة أجزاء. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، وتهانينا للسيد حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. في المركز الثاني قدمت نوادر عرض ممتاز، التهنئة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم. وفي المركز الثالث أيضا كان لها نصيب الأسد في المنافسة القوية وبرة لهجن الرئاسة، وكذلك شكرا لسعيد بن حمد بن دري الفلاحي. أرحب بزميلي حمود بن سالم الوهيبي ليتواصل معنا معلقا في الشوط القادم. متواصلين مشاهدين الأعزاء ومستمرين دائما بهذه الانطلاقات وهذه التحديات الختامية التي تظهر هنا في عاصمة الميادين ميدان الوثبة، حيث نتابع في هذه اللحظات انطلاقة شوط جديد من أشواط الخير والبركة، الشوط الرابع عشر الخاص أيضا بالحول المهجنات المملوكة لأصحاب سمو الشيوخ. المسافة التي تصاحب هذا السن هي 8 كيلومترات. جائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة للفائز بالمركز الأول، ومن المركز الثاني حتى المركز العاشر هناك جوائز نقدية. نتابع المقدمة ونسير دائما بحضراتكم لإعطاء تفاصيل هذا الشوط ولما يدور من تحدي وتنافس ما بين جميع المشاركين، وذلك لنيل الناموس اللي في المركز